يا غير ما يمشي دابا خلينا لينا اللي تيتحرك اللي دابا خصني نقشل هاد الحوت عرفت ولا مشات طارت غادي نخرج من الدار ونخليها عالم البلاد انها الروينه. اليوم نهار ديال التسوق، اليوم الاربعاء كما كنت قلت لكم قبل انه عندنا داك التسوق الاسبوعي ديال الاربعاء والجمعه، فمشيت اليوم. المهم جبت شويه ديال الخضره، الصراحه كاينه خضيره زوينه. جبت هادو هنا، كاين السبانخ، خرجت السبانخ موجوده، اللي بغى ياخذ السبانخ راها موجوده في مصر. وجرجي، وجبت هنايا الربيع، ربيع بزاف يعني باش نخزنو أولا باش نديرو في يعني كنقطعو كنغسلو كنقطعو، غادي نشارك معاكم. وبعد كنديرو في الفريكو. هنا جبت هاد القبيطة ديال النعناع، لقيت النعناع تاهو جبتو، والبيض وجبت هادشي اللي مكلتش جبتو هداك الشهر، لوبيا. كاين هنا هذا الفول كندير بيه فلافل، فلافل شرقية او الطعاميه ديال المصريه. كاين اللبنانيين والسوريين كيديروا الطعاميه تاهما، ولكن كيديروها بالحمص. هنا في مصر كيديروها بالفول. الا بغيتوا نشاركها معكم خلوا لي في التعليق لتحت ان شاء الله، ونشارك معكم الطريقه ديالهم. هنا جبت المكرونيه كما قلت لكم، هنا الناس كنشري الكيلو، يعني كنمشي عند الهري كنشري الكيلو. وهنايا عندي الفول، وخديت خيزو او الجزر، ما خديتش بزاف، خديت غير نص كيلو، بغيت ندير به واحد العصير. هنا عندي الخيار حتى هويا، وعندي هنا الفلفله. الفلفله هي كتباع حقي يعني كتباع ملونه، فهنا خديت باش نخزنها. هنا عندي الملونه الحمراء وعندي الخضراء، كما كتشوفوا زوينه الصراحه عجبتني، فقلت نجيبها نخزنها لان اللي كنت عندي ما بقاتش. المهم غنشارك معاكم هادشي عندنا. وهنا خديت الفلفله هاد الخضره، كيقولوا هنا الفلفل البلدي. هادي غادي نديرها محشي. شنو خديت ثاني؟ خديت ليمون، لقيت ماشي ليمون حامض، لقيت الحامض بحال ديال المغرب داك الكبير، غادي نديرو حتى هو، غادي نديرو مصير نصيرو، لان اللي عندي راه وريته لكم ديك المره قرب يسالي. وهنا عندي هاد الحامض الصغير، هذا ديال السلطة، عصير ديال السلطة وديال الشوربة وديال العصير، يعني الا بغيتو تشربو كيجي تاهو زوين في العصير. وهنا خديت الفلفلة، هادي لقيتها رخيصة، كيلو ونص ولا كما عرفت كيلو وربع كان بخمسة جنيه. دري عندي البنات واحد الحوت اللي هي كيتحرك، خاصني نقتلو واحد النوع ديال الحوت، خا مكيموتش، كدير لي واحد الطريقة كي رول هي شنو، مزيان عندي الروينه فوق البوطه. المهم هاد الفلفله هاد قلت لكم لقيت الكيلو 4 ب 5 جنيه، يعني 50 ريال، وشحال فيها راه بزاف الخير والبركه. شوف شحال هاد ان شاء الله. غادي نديرها تحميره، لانه التحميره ديال هنا ما كتعجبنيش نهائيا، كتحسيها مخلطه. هادي غنديرها تحميره، وغادي نشارك معاكم اكيد الطريقه ديالها. الصراحه غلطت اني ما جبتش الفلفله الحاره الثانيه باش ندير منها هريسه، غلطت بزاف والله. حتى جيت للدار هنا وقلت علاش ما جبتش الفلفله هذيك الصغيوره، ولكن ماشي مشكل. المهم غادي نشوف، نرجع ليه نهار الجمعه، لانه السوق كيكون الاربعاء والجمعه، نجيب شويه من عند هاد واحد المره، غير واحد المره اللي كتبيع هذه وزوينه، لانه الفلفله الحمراء هنايا غاليه بزاف. هنا جبت القرعه وجبت الكوسه، وهي غادي نديرها محشي. كنت شاركتها معكم ديك المره، دابا حيت عندي حمايه غادي نوعز عليها هادشي، نوعز على هادشي ديال المحشي، داكشي اللي كيكون طري كتعرفوا الناس الكبار كيبغيو غير داكشي طري. وجبت الكوافي، هاد الكوافي المهم واحد الكميه كامله 3 4 كيلو، هادي كنديروها عصير، كتجي زوينه في العصير يعني، وكت وقت اللي وقت الماكلة بدون ما تحطو داك بيتي وداك الكولا وداكشي. فهادي كنخزنها، غنوريكم الطريقة ديالها كيفاش كنخزنها. وهنا عندي الرمان، الرمان تاهو خارج، جبت واحد الشوية ديال الرمان، وجبت هاد الكرومبا، الكرومبا ولا هاد الوراق، هاد الورق راه كل بغيت حيدو، عرفتو راه كانت كبر من هكا، كانت قدا شنا هي، وقطعت ليها شو راسها كيفاش، هاد راسها كان كله عامر، هكدا كيبيعوها خاص نحيد ليها هاد الوراق.
كيديروش كتلقاو الفرن بعيا لتحت، فهي غنديرها محشي كما قلت لكم يعني حنايا عندي. ف فهمتي ندير ليه شي حاجه اللي هو ما كياكلهاش يعني، ولا شي حاجه طريه داكشي اللي كيعجبو المهم. صافي شنو اخر؟ والبطاطا والبصله راه هاري البنات عرفتي عنده واحد الحوت جبتو، واحد الحوت باقي حي ما قادرش حتى نحيدو من الميكا. هو الراجل قال لي حيديه وديري عليه الملح باش يموت. هذا واحد النوع ديال الحوت كيجي هنا كيديروه المصريين، ولكن ماشي كلشي المصريين كيديروه غير الصعايده. هذه الطريقه ديال الصعايده كتجيب القمح كيجي زوين البنات وكيجي صحي. ان شاء الله نشاركها معكم غادي تعجبكم اكيد. ولكن دابا يا ناري المهم شي دابا ناري ناري تحرك لي دابا خصني نقشل هاد الحوت. عرفتو لها مشات طارت، غادي نخرج من الدار ونخليها. شوف الخوف واش كيدير الجبن ترش عليه شويه الملعقه. جبت معايا الرايه، عرفتوا لقيت الرايه فراح الصراحه كيما عرفتش هاد الوقيت حنا عندنا في المغرب هذه كتحيد لها الجلده ولا شنو ما قلتش ما كتكونش فيها هاد الجلده في المغرب. جبت هنا الحوت غادي نديرو الغدا. هذا هادشي اللي جبت من اللحوم، كان باقي عندي اللحام وباقي عندي باقي عندي الدجاج وداكشي. هنايا البنات بالنسبه للطريقه ديالي في حفظ الخضر، الطريقه هذه كتخليهم لمده 15 يوم بدون ما يخسروا او لا يحصل لهم يعني شي حاجه. كنجيبوا شي منديل هكذا يكون ديال القطن كما كتشوفوا، اي مناديل عندكم ولكن تكون شويه هكذاك اللي هي قطن، وديروا فيها الخضر ديالكم كتبقى لكم مزيانه مده 15 يوم. وهذه عن تجربه كما كتشوفوا البنات. فالبنات اللي كيتقداو من 15 يوم ديروا هالطريقه واكيد غادي تنجح معاكم. مهم انه يكون المنديل هكذا نقي ويكون مقطن. فهذه هي الطريقه اللي كندير باش كتبقى لي الخضار مزيانه، لانكم ما كتعرفوا فانا كنتقدم من 15 يوم. اي خضار عندكم ديروها، انا هنا فقط لاني كنت جايبه غير هذا الخضار. بالنسبه للقوافه انا هنا كنغسلها مزيان بالماء والخل وكنقيها، كنحيد ليها داك عندك رويس من الفوق ومن التحت صافي. وكنقطعها قوافه ما تتقشرش نهائيا، ملي كتطحن كتصفى. فكنت شاركتها معكم من قبل، داكشي علاش ما شاركتهاش تاني. هاد الكرومبه هذه كما قلت لكم راه غادا نحشيها، غير فقط غادا نحيد ليها داكشي اللي يعني دوك الاوراق اللي ما صالحاش، وغادا نحطها في كيس حتى من بعد. الليمون نفس الطريقه هو كنديرو في منديل هكذايا وكنلفو وكنديرو في كيس وكنخليه صافي. والاشياء الثانيه غادي نرجعها. بالنسبه لهاد 15 يوم هذه جبت فقط الفاصوليا. غير البنات اللي كانت عندكم مثلا قرعه فيها مثلا داكشي قديم، حاولوا تحيدوه وتخليوه فوق وديروا داكشي جديد لتحت. وايضا بغيت نشارك معكم هالطريقه ديالي اللي كنحافظ فيها على البقوليات. كندير ورق سيدنا موسى او ورق الغار وسط اي بقوليات، العدس، الفول، المقارونيه، اي حاجه صافي وكتخليوها. بالنسبه للفول هادو راه كما قلت لكم غندير طعميه، والثاني غادي ندير به سميتو غادي ندير به الفول العادي.
حيدوا ادوات الجريمه. بصافي ها هو الحوت ديالنا. هو كي جيتكم قولوا لي اش حادقه ولا ما حادقاش. سلختو عطيتو واحد السلخه هنيت والله. الصراحه في المغرب كنجيب الحاجه هكاك ما كنعرفوش كيفاش مصاوبه. صعيب باش تصاوبي هذا. مازال عندي هذا، دابا خصني نقيته هويا. والله الا الواحد كيشري تما راسو. انا ما عرفتش نهار سبحان الله اللي كتكون عندي التقديه ولا كيكون عندي التسوق وداكشي، هذا باش انا عزيز كتجيني في مخي اني ندير الحوت. الحوت فيه تمار حتى هو، ولكن انا كتجيني في مخي ندير الحوت ما عرفتش علاش. انا هي داك النوع اللي زاد عليه تماره كيكون بارك تا كيقول اش خاصني اجي نجبد راسي تماره. المهم غنقي الحوت ونرجع لكم. تبارك الله راه كلكم كتعرفوا تنقيو الحوت. غنقي نحيد لي هذا الراس ونحيد القشور وداك الشيء حيت هو اللي غادي ندير الغدا، ونرجع لكم ان شاء الله. هنايا البنات بالنسبه للحوت بعد ما نقيته غادي ندير فيه بهارات السمك، راه كنت شاركته معكم قبل. وغادي ندير الرز ديال صياديه، البنات كانوا قالوا لي شاركي معنا. فبالنسبه للطريقه هنا قطعت البصله وقطعت الثوم، كتحمروهم مزيان وخليتهم يعني كيتحمروا. مشيت زدت شويه ديال الثوم للسمك، وزدت الثوم هنا شويه ديال الخل شويه ديال الليمون وشويه ديال الملحه، يعني البهارات ديالنا العاديه ديال السمك. غير اللي بغيتو تشوفوا البهارات اللي هي فيها واحد النسمه كتجي سوينه غترجعوا لواحد الفيديو غادي تلقاو فيه هاد البهارات اللي كنت صوبتها معاكم بطريقه السمك المشوي على الطريقه المصريه. كيجي زوين البنات، كيجي غزال وكيجي بحال ديال برا. صافي هنا كنخلط هاد التخليطه مزيان، وكنحاول اني ندخلها لداخل في السمك. ما تصوروش هاد السمك شحال جا بنين، خصوصا انه فريش. يعني انا السوق هذا اللي كنمشي ليه، وما نكذبش عليكم ما قلتش لكم شي السوق اللي هو هذا السوق غير الطرابات، ولكن واعر واعر زوين في داكشي فريش. في هاد السمك كتجيبي السمك حي، كتجيبي هاد الحوت كتجيبي حي كينقز، يعني انت كتختاري فيه هو كينقز عليك فوق راسك. فكيجي بنين البنات، ما تصوروش شحال جا بنين كما قلت لكم. هنا بعد ما دولت عندنا ديك البصله والثومه، كندير نزيد شويه القرفه، كندير شويه فلفل اسود، وكندير شويه ديال الملحه كما كتشوفوا. هذه هي الطريقه ديال الرز الصياديه او الرز اللي كيتقدم مع السمك. وزدت هنا واحد شويه ديال البهارات السمك، هذه اختياريه ما بغيتوش ما تضيفوهاش، اكتفيو فقط بالقرفه والملح والفلفل الاسود. بعد ذلك كنكون عندي الرز مغسول مزيان، كنجيب الرز ديالي وكنحطو حتى هو، كنحرك مزيان هاد المكونات مع بعض، يعني حتى هكذا تقل واحد شويه. كي يزيد نحمر البصله والفلفل كيحمرهم مزيان مزيان مزيان، يعني حتى بحال كيتكرملوا. بغيتوا ديروا هذه الطريقه ديروها، غير ما تخليهمش يتحرقوا لكم، يعني خليهم يتحمروا صافي. ومن بعد كنجيب ديك ديال الطاجين حديده كنحطها تحت منه، كنقص النار على الاخير ديالها، كندير الماء اللي يكون طالع شويه على الرز، يعني بحال هكذا بحال طالع شويه بنص صبع يعني. فهذه هي الطريقه ديالو، غير يكون طالع عليه واحد شويه بواحد سنتيم. صافي وكنغطيه كنخليه على نار مهيله 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 بزاف، وكنخليه كيطيب. راه كيجي بنين ما تشبعوش منه البنات، كيجي غزال. انا بعض الاوقات كنزيد فيه الشبات، الا عندكم الشبات منسيت ما جبتوش، يعني عندكم الشبات قطعوه وديروه فيه، كيجي حتى هو بنين بزاف. صافي وهنا حضرت السلطه، فيها مطيشه بصله خيار فليفله، وكندير عليها البهارات، كندير عليها شويه ديال الخل. وهنا بغيت نوريكم هادو اللي شريتهم حتى همايا، كنت وريتكم هادوك شريتهم قبل ديال البهارات ب 10 جنيه من 5 دراهم، هادو 3 ب 15 جنيه. الصراحه عجبوني بزاف ورخاص وزوينين، فيهم معلقات وكاتبين عليهم يعني ديال اتاي القهوه والسكر. فجبتهم وغادي نجربهم ان شاء الله نزيد منهم. وايضا شريت هذا الصابون اللي كنت شاركت معكم قبل الفيديو ديال كيفاش تقتصدي، فانا ما جبتش الغالي، جبت غير رخيص هذه المره، لانه غير هذا الرخيص راه زوين. جبت جوج ب6 جنيه يعني ب3 دراهم، فيهم لتر ولتر، جوج ديال جوج لترات جوج لترات جوج لتر. فجبتهم من عند المحل ديال المنظفات، هادو غيبقاو ليا ان شاء الله، غنحاول نشوف شحال غيبقاو ليا. بعد ذلك مشيت كنشوف الخضره اللي غدا نفرسها وداك الشيء، بديت كنغسل فيها. هنا عندي السبانخ غسلتها بالماء وبالخل، وكنخليها واحد شويه،
ومن بعد غادي نصفيها من الماء ديالها، نخليها تتصفى مزيان، وغادي نمسحها بطبيعة الحال. غادي نحيد منها دوك الوريقات اللي خاسرين وداك الشيء، وغادي نمسحها مزيان، نشفها في هاد الفريطه او في هاد المنديل. شوفوا داك الزيت مسكين ضرب تمارة، مطبع كله بجافيل، ولكن صراحه كينفعني في هاد المسيح، كينشف مزيان. كنخلي انا غير الكوزين هكذا اللي بغيت نشف شي حاجه. المهم كتنشفوها مزيان، يا اما تخليوها تصفى مزيان مزيان مزيان، بعد ذلك تحطوها في كيس تخرجوا منها الهواء. بغيتو تقطعوها تقطعوها، ما بغيتوش تخليوها هكذا، لان هي في كلا الحالتين مجرد ما كتحطيها في الطنجره كت كما كنقولوا كتنقصها ولا كتكش. صافي حطيتها، بعد ذلك مشيت للفلفله غسلتها هي بنفس الطريقه بالماء والخل مزيان مزيان مزيان. هذا الماء والخل كيعقم البنات، ما كيخليش فيها حتى شي بكتيريا، ما كيخليش فيها اي حاجه اللي تقدر تخسر لك في المجمد او اللي تقدر تضرك من بعد. فصافي، وكنقطعهم هكذايا، كنحيد داك الراس، كنقطعهم هكذا بشكل طولي. نتوما شوفوا الشكل اللي بغيتو تقطعوا بشكل طولي بشكل دائري، يعني داكشي نشوفوا على حسب الوجبات اللي بغيتو. انا غنقطعها بشكل طولي، يعني حتى لو كنت غنديرها في فاهيتا ولا في البيتزا ولا في شي حاجه هكذا تنفع، هكذا تنفع بيتزا تقطعوها غير مربعات. صافي، في نفس الوقت ما كتاخذش لك واحد المساحه في الكيس. فقطعتها بشكل طولي، وخديت الفلفله الخضراء حتى هي قطعتها بنفس الطريقه. صافي، وكنحفظهم في الاكياس ديال الثلاجه. فهذه لاني لقيتها رخيصه، ان شاء الله المره الجايه اذا لقيت الفلفل اصفر حتى هو رخيص غادي نجيب منه واحد شويه، كتجي غزاله هذا الفلفل. وسبحان الله هذا الفلفل كله وحده وطعمها، يعني كاينه اللي فلفل عاديه، كاينه اللي حلوه، كاينه اللي حامضه. اول مره نعرف ان، يعني انا كنت كنحسب انه الفلفل نوع واحد، يعني طعم واحد، ماشي كل واحدة وطعم، ولكن طلع في الاخير انه الحمراء كتكون حلوة والصفراء كتكون حامضة، وكاين نوع تاني ما عرفش البرتقالية. فسبحان الله، يعني الخضار كل حاجة وطعم ديالها. ومن كما كتشوفوا البنات، انا درتها هنا في الكيس ديال الثلاجه. نتوما اي كيس عندكم بغيتو ديروا رخيص بغيتو ديروا الغالي، كل وحده والتكلفه ديالها. انا عندي هذا الكيس ديال الثلاجه، اكياس اللي تعودنا عليهم في المغرب. هادو درت فيهم الفلفل ديالي، خرجت لي تقريبا شي 3 تا انا كنظن 4 الاكياس. صافي، وحطيتهم في المجمد ديالي. وهكذا كنكون ارتحت منهم. يعني كاين عاوتاني طريقه اخرى، بغيتو تشويوهم ممكن تشويوهم وتخزنوهم، تقشروا يعني الجيت هكذا وتقطعوهم تخزنوهم، اولا تحطوهم في الماء مغلي. فكاين طرق عده، وهذه هي الطريقه ديالي. كل واحد كيدير الطريقه اللي كتسلكو كيشوفها انها صحيحه. فبهذا كيكون انتهى الفيديو هنايا، وكنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ونتمنى تكونوا استفدتوا او اني افدتكم ولو بفكره واحده. كما كنقول لكم دائما، ولو فكره واحده طلع لكم من هذا الفيديو غنكون فرحانه بها. فلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايك ديالكم، ما تنساونيش من التعليق ديالكم البنات. دائما كنقول لكم التعليق واللايك ديالكم فقط باش الفيديو يطلع في اليوتيوب، وباش باش يعني اليوتيوب يحس ان هذا الفيديو راه مهم ويطلعوا باش الناس تشوفوا وتكبر القناه. كنتمنى انكم تكونوا دائما داعمين ليا وداعمين للقناه، وشكرا للتشجيعات ديالكم. وكما قلت لكم كنتمنى يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه، ونشوفكم ان شاء الله فيديو تاني. ولا عندكم اي اقتراحات، عندكم اي افكار، عندكم اي طرق تانية كيفاش كتخزنوا الخضار ديالكم او كيفاش كديروها، خليوها لتحت في التعليق باش البنات يستافدوا منها. ولا شفتوا هذا الفيديو مفيد ما تنساوش تشاركوه مع اصحابكم ومع احبابكم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الواتساب. ونقول لكم مع السلامة، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.